يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هناك من بعض طلبة العلم من يحدث أقوالا ومسائل وأمور لم يتطرق إليها السلف الصالح، ظنا منه أنه قد ظفر بها واطلع عليها دون من كان قبله، ويصرح بها بحجة أن الكتاب والسنة معين لا يجف ويؤخذ منه في كل زمان، فما هو الضابط لمثل هذه الأقوال؟ إذا حدث أمر يستدعي البحث ولم يسبق أنه بحث، فلا مانع من أن العلماء يبحثون فيه ويستنبطون حكمه من الكتاب والسنة، لكن العلماء هم أي واحد متعالم أو مبتدي في طلب العلم، هذا يكون للعلماء، ولا يكفي واحد أيضا، لا بد يكون من هيئة من العلماء ينظرون في هذا الأمر. ولذلك تعقد الاجتماعات بين العلماء في الاجتماعات الرسمية، وتعرض عليهم المشكلات مثل المجمع الفقهي ومثل هيئة كبار العلماء ومثل لجنة الإفتاء، فهذه الأمور تعرض على الهيئات العلمية، ما هو يجي واحد ويصدر فيها أحكام فردية، هذا لا يصلح أبدا، لا سيما إذا كان متعالما ولا مبتدي في طلب العلم، هذا لا يجوز، هذه أمور تحتاج إلى الاهتمام. ولا يقول أنا أخذ من الكتاب والسنة، أنت ما عندك مؤهلات يا أخي توصلك إلى الأخذ من الكتاب والسنة، ما وصلت، ولا عندك شروط الاجتهاد حتى تكون في مصاف الإمام أحمد وأبي حنيفة والشافعي ومالك، ما وصلت إلى هذه الدرجة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذه امرأة من فرنسا تقول: هناك امرأة كافرة تريد الدخول في الإسلام. الله جل وعلا قال: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. الأمور المهمة والأمور العامة للمسلمين لا بد أن ترجع إلى أهل العلم وأهل البصيرة ينظرون فيها. نعم.